والله العظيم يا رب. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. شكرا شكرا. اهلا اهلا زينهم باشا سماحه. اهلا نازك سلحليك، ازيك؟ سلحليك ايه؟ مش سلحليك، سلاملك. سلامي نازك، سلامي. سلامي. فين الترابيزه؟ دي مكتوب عليها محجوز، يلا نقعد. اتفضلي نازك هانم. يا فندم ايه؟ مش هينفع تقعد على الترابيزه، الترابيزه دي محجوزه. نعم محجوزه. يعني اللي حاجزينها اهم مننا؟ لا ما اقصدش يا فندم. فلد 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 باقسم همسح اللي فات. والله لسه ماسح الصبح. فلد ما تنرفزش نفسك باشا، التربيز دي هنقعد عليها يعني هنقعد عليها. طب يا والله طب حاضر خلاص. انا هتصرف انا هتصرف. انت ايه قله الادب دي؟ انا اسف جدا. اللي تزق انا اسف. فظيع بقى. تعالى. ايه؟ في مناديل على التربيز. اه يا فندم عشان حضرتك تنظف. ليه؟ تنظف فيها. واحنا معفنين؟ انتوا افترضتوا ان احنا معفنين؟ لا يا فندم انا مش قادر. ها؟ ما اقصدش والله العظيم. لو هتزعلك اهي يا فندم. حاجه تقرف. ايه ده؟ شيل المناديل ولد؟ ايوه يا فندم. طب لما ناكل نمسح فين؟ في هدومنا؟ نشن بقى ونعمل كده؟ طب حط البتاع. حاجة يا محل ما عندوش ذوق. يا محل ما عندوش ذوق. يا فندم ليه كده؟ يا سلام على كل واشكر. يا سلام. الله الله. زبالة. اتفضل يا فندم. انا واخد لسه البريكفاست بتاعي في كل واشكر. حاجة تحفة. حاجة عظيم. هجيب لحضرتك المنيو واجي على طول. عايزين ناكل فتة ولحمة ورز. عايزين ناكل فتة ولحمة ورز. يا فندم عايزين ناكل فتة ولحمة ورز. انت حضرتك بتزعق ليه؟ انت وانت طلبت اصلا؟ انا عايز افهم حاجة. نعم. ايه الدوشة اللي في المطعم دي؟ يا مطعم مليان دوشة. يا سلام على كل واشكر وعلى هدوء امه. يا سلام. اتفضل يا فندم اتفضل. هادي جدا جدا، مفيش حد بيهوم فيه. المنيو يا فندم. منيو؟ ايوه يا فندم. انت جايب لنا المنيو؟ ايه ده؟ يا سافل يا كلبه. ليه يا فندم بس؟ يا جاموسه. ربنا يسامحك يا فندم. ازاي تقول انك كده؟ خدوا المنيو. شكرا. انت مش عارف احنا عايزين ناكل ايه؟ بتوقع بس مش عارف والله. فته ولحمه ورز. فته ولحمه ورز. حاضر يا فندم. فته ولحمه ورز. يلا. حاضر يا فندم. ايه الذوق بتاعه ده؟ مش فاهمه. الناس بتعاملنا كويس. عمالين نشتمه ونهزقه وهو برضه ذوق. عايزين نطفش الزبائن مش هينفع. لا بص هقول لك على حاجه، ما هو يا اما ذوق يا اما بارد وما عندوش دم. اه. وده الارجح. فعلا يا اما ذوق. ايه ده؟ مين ده اللي بياكل ده؟ يا انت متر. ايوه 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 باشا. لا ولا ولا امرنا باشا. ولا يا زفت يا عجينه. تعالى إيه؟ شحنه شحنه. ايوه يا فندم انا اسف جدا اتاخرت عليك. يا راجل فين صاحب المحل؟ ايوه يا ست الهنا. يا معلم معرفش بلد. ايوه يا فندم. فين صاحب المحل؟ انا عايز صاحب المحل دلوقتي. ايه يا فندم؟ مش ممكن على قله الذوق. مش ممكن مش ممكن. ايه ده؟ يعني ايه اقع من على الكرسي؟ انا اسف. أوه. انا اسف يا فندم. يعني ايه الباشا وقع من على الكرسي؟ انا اسف والله العظيم. انا هات ايدي. يا جاموسه يا كلبه انت. ميرسي يا فندم. ميرسي. وقعت من على الكرسي. انا عارف يا فندم. باشا زي يقع من على الكرسي. معلش يا فندم. وايه اقع كل ده؟ معلش. ده ايه ده؟ معلش اقعد بقى. ده ايه ده؟ معلش. انا اسف جدا. يعني ايه؟ والله العظيم ما يعني ايه اللي تذوق؟ معلش حاضر. حاجة ايه اللي تزوق؟ اتفضل يا فندم. مش ممكن. في دوشة كتير في المحل. اه والله. وبعدين يا جماعة وبعدين في الإحراج ده